اللهم عليك بمن ظلمنا، اللهم عليك بمن حاصرنا، اللهم عليك باليهود الظالمين، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم يا الله، شل أركانهم يا الله، دمر بنيانهم يا الله، عليك بهم يا الله، يا منتقم انتقم لنا منهم يا الله، يا جبار يا الله، عليك باليهود وأعوانهم يا الله، اللهم دمر أسلحتهم يا الله، اللهم دمر أسلحتهم يا الله، يا رب يا رب، كن عونا ومعينا لإخواننا المرابطين في المسجد الأقصى يا الله، ليس لهم أحد إلا أنت يا الله، اللهم إنا نستنصرك فانصرنا، اللهم إنا نستنصرك فانصرنا يا رب العالمين، إن اليهود بغوا وطغوا في المسجد الأقصى فعليك بهم يا الله، صب عليهم غضبك يا الله، صب عليهم غضبك يا الله يا رب العالمين، شل أيديهم يا الله، شل أيديهم التي مدت على المصلين يا الله يا رب العالمين، اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، واكتب لنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين، ارزقنا شهادة على أعتابه يا رب العالمين، مقبلين غير مدبرين، مقبلين غير مدبرين يا رب العالمين.